لكن مثل ما قال جوزيف، البقلاوه شوكولا صار فينا نحن ندخلها على بيتنا، نعرف شو اللي عم نستعمله بالبيت، شو اللي كان نوعيه الطحين، ان كان نوعيه الكاجو، ان كان نوعيه السمنه، نحن مثل ما نحن بنحب فينا نستعمل. واهم شيء انه نحن صار بنقدر نعطي، يعني بنعطي من قلبنا انه نحن عم نساوي شيء بالبيت وبنشوف حالنا فيه ان شاء الله قدام ضيوفنا. لكن عجينه البقلاوه، اول شيء اللي حنعمله قبل ما نبلش بعجينه البقلاوه، بدي اذكر بشغله انه نحن حنساوي هلا القطر. ليش؟ لانه القطر بده ياخذ معنا وقت على النار لحتى يغلي. راح نحط سكر على النار مثل ما انا دائما بقول. انا بستعمل يعني بدون كباية او بدون ميزان بالقطر، لانه انا دائما كل يوم بعمل تقريبا 50 60 كيلو سكر بسويهم قطر. فانتم بالبيت دائما استعملوا الكباية. هلا هون فيكم تحطوا 3 كبايات من السكر وكباية واحدة من المي. رح نحط مي على السكر ونولع تحته، بنتركهم على مهلهم لحتى يغلوا. ننتقل نحن لحتى نبلش بالوصفة تبعيتنا اللي هي مثل ما قلت عجينة البقلاوة. أول شيء حأعمله، عندي 550 ملي من المي، بحطهم قلب العجينة. ممكن تاخذ معنا شوي صغيرة بعد مي هلا، بس نحن نحط العجين ببين معنا. عندي كمان طحين، كيلو من الطحين، رح أحط معه 25 جرام من الملح اللي بيطلعوا هني معلقة تقريبا، هدول هني. وكمان بدي احط معهم 50 جرام من الكاكاو، يعني 50 جرام بيطلعوا تقريبا شي معلقتين كبار او اكثر شوي، اكثر اكيد. 50 لكن جرام قلنا من الكاكاو. رح ننزلهم دغري فوق الطحين فوق المي. دائما نحن لازم نحط المي قبل، لانه اذا حطينا الطحين اول شيء ممكن تلزق معنا العجينه بالكعب. فافضل شيء نحن بنحطه لازم نحط المي اول شيء، بعدين نحط الطحين. وهلا كمان رح احط معلقه صغيره من السمنه اللي هي 25 جرام كمان. بندور المكنه على الخفيف لحتى ياخذوا بعضهم. مثل ما قلت لك انا احبائي، كيلو من الطحين، 50 جرام من الكاكاو، 25 جرام من الملح، و25 جرام من السمنه، حطيناهم بالمكنه عم ياخذوا بعضهم. ممكن كمان ياخذوا شويه مي زياده، يعني شي فنجان صغير حسب قوه الطحين قد ايه بيسحب من قوه من المي. بلشت العجينة هيك تاخد بعضها وتلف على بعضها هيك لحتى تصير كلها كامشة. هخليها شوي صغيرة بعد لحتى تنعم. كل ما كانت العجينة بالمكنة شوي صغيرة أحسن، تاخد بعضها أكتر وبتنعم العجينة. يعني لو ضلت دقيقة مع شيء مش أكتر من هيك، لأنه إذا ضلت أكتر لوقت بتصير معنا تصير مثل المغايتة. لازم تاخد معنا أكتر شيء دقيقة تقريبا. صارت عندي هون العجينة لونها كلها لون البني. رح ازيد لها شوي صغيرة بعد من المي. بهالوقت نحن حخليها شوي صغيره. بهالوقت انا هون عندي الكاجو الناعم، فرمتهم انا اكيد على المكنه. رح احط لهم شوي صغيره من السمنه وندعكهم ببعضهم. العجينه هون صارت عندي منيحه. بنخلط الكاجو وبنرجع بنجيب العجينه ونبلش بنقطعها. لكن مثل ما قلنا هون عندي نقن الكاجو الكسر او الكاجو الحب النايم، اكيد مش محمص. بنحط لهم شوي صغيره من السمنه وبنخلطهم.
لحتى يصيروا هيك نحسهم ملبدين على بعضهم يعني رطبين، ما بدنا نكون عليهم فيهم كتير سمنة، لحتى ما بس نحطها بالفرن ما تفور معنا. لاحظتوا كيف صارت؟ يعني بس نكمشها الحبة شو اسمه بصير تضب على بعضها، هيك صارت عندي الحشوة تقريبا جاهزة. رح احط حدي هون، رح ناخد العجينة. إذا بتلاحظوا العجينة أخذت بعضها، لك كيف صارت عندي مثل الطابة. رح آخذ فوف وبيجي لهون، ندعكها شوي صغيرة هيك العجينة بهذا الشكل لحتى تصير عندي مثل طابة، ومدها شوي صغيرة. هذا الشوبك اللي نحن حنستعمله اللي هو للبقلاوة. رح نمد العجينة على الطاولة بهذا الشكل هيك. هو يفضل نحن بس نشيلها من عند المكنة، لازم نتركها تقريبا شي 5 دقائق لحتى ترتاح وبنرجع بنمدها. هيدي العجينة صارت عندي هون جاهزة، حنقطعها بهذا الشكل. تقريبا الكيلو لازم نحن نقطعه تقريبا ل 13 حبة او 14 حبة. طلعوا عندي مثل ما حكيت 13 حبة، بنحطهم هيك بهذا الشكل. بضل عندي اذا ضل عندي شوي صغيرة من العجينة بنوزعها على حبات لحتى يكونوا متساويين مع بعضهم. هلا شو لازم نعمل نحن؟ عندي من النشا، هيدا النشا اللي هو نشا غبارة، مش النشا العادي اللي نحن دائما بنستعمله بالبيت، نشا غبارة بيكون انعم من النشا العادي. كمان بنحط عليهم نشا على الميلتين وبنكبسهم مع بعضهم، بنحط كل 4 هيك فوق بعضهم بهذا الشكل قد ما فينا. هون لازم تاخذ نشا مثل ما عم نشوف بهالطريقه هيك، بنكبسهم لحتى نحطهم مثل ما يعني عم نساوي المنقوشه عندنا بالبيت. اكيد كل الستات البيوت بيعرفوا يسووا هالطريقه، اللي حديت هلا منا صعب عليهم بهذا الشكل هيك. كمان بنكبس عليهم وبنحطهم فوق بعضهم. هلا عندي الشوبك الصغير، ناخذ العجينه وبنشوبكها، يعني نحن نشد عليها شوي لحتى تفتح معنا بهذا الشكل. بنحط عليها نشا هون قد ما فينا، فينا نحط نشا ما بيأثر بهذا. اول شيء بنشد من هاي الميل لحتى تبرم معنا، نرجع بنحطهم فوق بعضهم. لكن مثل ما قلنا احبائي، كيلو من الطحين، 550 ملي من المي، 25 جرام ملح، و25 جرام من السمنة لحتى صارت عندي هذه العجينة. بناخذ العجينة بنضبها على بعضها شوي صغير لحتى نحسها نعمت، وبنرجع بنقطعها ل 13 او 14 حبة. هي هذه عادة للكل وشكور. إذا عم نساوي غير شيء فينا نرقق وفينا نسمك نحن حسب البقلاوة اللي نحن عم نستعملها، ولكن نحن هلا حنساوي كول وشكور. راح نحطهم 13 حبة أو 14 ما بيأثر. لكن أحبائي هيدي العجينة هلا بنحطهم كلهم فوق بعضهم مثل ما شفنا، ونترك العجينة لترتاح تقريبا ساعة بصير فينا نستعملها، بتكون عندي جاهزة. من بعد ما حطينا
هالعجينات كلهم فوق بعضهم، حطينا مثل ما قلنا بيناتهم نشا، بنكبسهم شوي صغيره وحنريحهم هدول ساعة من الوقت لحتى ترجع العجينة ترجع تطرى وتصير تمد معي، وبتصير عندي ما بتعذبني، يعني كل ما شديت عليها كل ما بتوسع معي. أحبائي بريك صغير ورجعوا لحتى نعطيكم المقادير الزردة وتأيدون على الورقة والقلم، وبنكفي الوصفة. ناطركم.